السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا تعجبكم الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم. كما كتشوفوا معايا غراتان ديال البطاطا ولي زيبيناغ. الناس اللي ما عندهمش مع لي زيبيناغ الا قدمتهم اليوم على هذه الطريقه هذه، كونوا مأكدين ان غادي تعجبهم، حيت ما كيبقاش يبان المذاق ديال لي زيبيناغ مع الفرماج والبطاطا. لهاد الوصفه غادي تحتاجوا بصله صغيره، غادي تشلضوها، غتاخذوا مقله غديروا فيها الزيت العاديه او الزيت البلديه نتوما والاختيار ديالكم، حيت كل واحد وشنو كيفضل. دونك انا درت غير الزيت العاديه. غادي نشحر هذيك البصيله مزيان كما كتشوفوا معايا، غادي نضيف عليها قبيصه ديال الملحه وشويه ديال الثومه، وغادي نخليهم يطيبوا حتى تبان ليا هذيك البصله صافي تصهضات ونزلات، ما بقاش كتبان، ما بقاش كيبانوا طروفه ما طايبينش. دونك كما كتشوفوا معايا دابا لي زيبيناغ كنضيف عليها لي زيبيناغ شويه بشويه اللي كنكون ديجا غسلتهم من قبل وقطعتهم، وضيفوهم شويه بشويه حيت كما عارفين لي زيبيناغ ملي كيتقطعوا راه كيبانوا كبار، ولكن اون فوا كيقيسهم الصهد كيوليو غير شويه. كما كتشوفوا معايا ها كيفاش ولاو، دونك كنخليهم يزيدوا يتصهدوا واحد شويه. كتاخذوا بطاطا القياس اللي غيكفيكم، انا القياس اللي درت كما عارفين ديال جوج الناس المول صغير، درت فيه تقريبا شي جوج بطاطات ولا مع ثلاثه ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن بطاطات ماشي كبار غير صغار. كديروا الطبقه الاولى ديال البطاطا مسلوقه اللي كتسلقوها من قبل في شويه ديال الماء والملحه، اللي كيفضل يزيد شويه ديال البزار تقدروا تزيدوا شويه ديال البزار حتى هو كيجي بنين. كتصفوا بطاطا الصف الاول ديال البطاطا، من بعد منها كتضيفوا عليها لي زيبيناغ، من بعد منها كديروا الفخوماج، اي فخوماج متوفر عندكم. انا درت هذا الفخوماج ديال الساندويتش، درت جوج ديال المربعات كما كتشوفوهم، غادي نضيف الثاني. من بعد ما كتضيفوا ملي ما كتضيفوا الفخوماج كتعاودوا ديروا طبقه واحده اخرى ديال 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 البطاطا كما كتشوفوا معايا. اسمحوا لي الا كتسمعوا شي صداع، راه غير ديال الطوموبيلات كيدوزوا من حدايا حيت ما رانيش في الدار. دونك قلت ولا بد خصني نحط شي فيديو، وهاد لا فيديو كنت ديجا سجلتها وما قديتش ليها المونتاج، عاد اليوم سهل عليها الله ونقادها. دونك كما كتشوفوا معايا انا باقا كنقاد في البطاطا. لاصوص بيشاميل غير باش نعطيكم فكره عليها، درت لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل كنديرها انايا بالحليب وكنديرها بالفرماج اولا فرماج حمار اولا فرماج لافاش كيري، المهم اي فرماج كيكون متوفر عندي كنديرو باش كيجيني بنين، ما كنبغيش ما كنفضلش فيه الزبده، كنفضل الفرماج على الزبده. دونك تقدروا تستعملوا صوص بيشاميل كما انكم تقدروا تستعملوا هاد الطريقه اللي درت انايا دابا. خديت جوج بيضات ضفت عليهم كاس ونص ديال الحليب، كاس صغير ديال اتاي كما كتشوفوا معايا، الكاس راه ماشي كبير. كتخلطوا مزيان وكتضيفوا عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وكتضيفوا على الطبقه الاخيره اللي درتو حيت درنا في الاول الطبقه الاولى ديال البطاطا، من بعد درنا لي زيبيناغ زدنا بطاطا ودرنا الكميه اللي بقات لنا الاخرى ديال لي زيبيناغ زدناها من الفوق. دونك كما كتشوفوا معايا كنخوي غير بشويه بشويه، خفت لا يتكفح ليا داكشي. دونك كتفرقوا داكشي متساوي على الاطراف كاملين باش كل بلاصه كتاخذ حقها من هذيك لاصوص كما شفتوا معايا. دابا عاد غادي نخويه كامل، كيجي صراحه كيجي هاد الكراتان كيجي لذيذ بزاف، الوليدات الصغار غادي يعجبهم وحتى الكبار كيعجبهم، زعما صراحه كيجي بنين كما كتشوفوا معايا. غادي ندخلوا الفران، غندخلوا الفران، غادي نحك شويه ديال الفخوماج، اي فخوماج متوفر عندكم. انا هاد المره درت هاد فخوماج لو بلوك ديال لافاش كيري، حتى هو كيجي لذيذ ولكن ما كيدوبش بحال الفرماج حمار ولا الموتزاريلا، كيبقى بحال قلتي كيبقاو الطروفه ديالو شادين في راسهم، ولكن حتى هو كيجي بنين. بعد منها كتدخلوه الفران وكتخليوه غير يتحمر لكم هذاك الفخوماج من الفوق. كما قلت لكم ان فا كيبان لكم هذاك الفخوماج داب وتحمر كتعرفوا بان راه طاب لكم، وحتى داك البيض راه كيطيب دغيا، راه ما كياخذش شي وقت كثير باش يطيب. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وبالصحه والراحه، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتخليوا لي التعليقات ديالكم.